أعود إلى موضوع بالنسبة للبقاء، جمعية عين منيلة معلية مباشرة بالبقاء لأنها ستلعب في الثورة مباراة مصيرية، مباراة مصيرية ستحسم 38 جولة. معنا طبعا رئيس جمعية عين منيلة شداد منصيد. مساء الخير، مرحبا. مساء الخير أخ حكيم. أهلا وسهلا، يبدو بأن مصيركم سيلعب في الثورة للبقاء في بطولة المحترف الأول، صح؟ والله يعني هذيك يا خويا المصير كما يقول ما بين يدينا، اللقاء سيكون حاسم، وبربي ان شاء الله نعود بثلاث نقاط ونحقوا البقاء تاعنا ان شاء الله. انا من حديثك راني اشوف انك مطمئن، يبدو بانك مطمئن بانك ستفوز في الثوره، صح؟ لا لا لا, لا مش مطمئن، انا كما يقول الواحد مدير ثقه كبيره في اللاعبين تاعنا، وبربي ان شاء الله نديروا اللي علينا واللي عند ربي مرحبا بها ان شاء الله. لا تتخوف ربما من اي لعبه في الكواليس، منافسيكم اثنين مثلا او؟ والله الكواليس ما يتلعبوش في الجوله الاخيره، الكواليس يتلعبوا قبل، ما يخليوش حتى الجوله الاخيره باش يلعبوا الكواليس. الكواليس تلعبوا كي ديسيداو شكون يروح لافريك وشكون يروح لافريك، تم الكواليس بدات. ماشي الكواليس درك، ما يقعدش الدقيقه الاخرى باش يلعبوا الكواليس الاخ الحكيم. حبيت تقول لي انه كل الامور حسمت من قبل؟ يا سير انا قلت لك، حتى انا قلت لك الكواليس تلعب نهار ديسيداو اللي يروح لافريك، الشامبيون تاع البطوله تاع الجزائر انتهت، اللي راح لافريك راح، واللي في النص على باله واش راهو يدير، واللي تخبط في المانتي هذيك هي باينه. اشكرك طبعا رئيس جمعيه عين منيلة شداد منصيد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.